لا. اسمع يا سيدي من كتاب بغيه الناسك في احكام المناسك عشان أوريكوا جهل صاحبكم ماليش دعوه بقى انتوا حرين يعني من كتاب بغيه الناسك في احكام المناسك للمؤلف محمد بن احمد بن علي البهوتي الخلواتي المتوفى سنه 1088 هجريه بيقول وينبغي للزائر ان يسال لاهله واخوانه الشفاعه ولسائر المسلمين ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرات عن يساره قريبا لئلا يستدبره صلى الله عليه وسلم ويدعو ويكون من دعائه يا نبي الرحمه يا سراج الظلمه يا كاشف الغمه يا سيدي يا رسول الله اتيناك من البلاد البعيده وخلعنا المال والاهل والوطن وجئنا في محبتك يا سيدي يا رسول الله اشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشف الله بك وكشفت الغمه. طيب هنا بقى حاجه عجيبة جدا، كتاب الاعتقاد عقيدة مروية عن الإمام الأعظم والحبر الأعلم الأقدم سراج الأمة كاشف الغمة، انت عارفين بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن إمام أبي حنيفة نعم. يعني تلاميذ أبو حنيفة بيتكلموا بيوض... عن الإمام أبو حنيفة نفسه ووصفوه بأنه كاشف, و... كاشف الغمة وصفوه كاشف نعم. الغمة نعم. طب اسمع بقى حضرتك عشان القاضية اللي بيقولوا عليها دي القاضية بقى ده مين بقى حضرتك؟ ده ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية في كتاب عباره كاشف الغمه من في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول لك ايه فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمه وهذه الامه محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبقول ايه هو مبعوث وافضل وارث وموروث وخير مولود دعا الى خير معبود صلى الله على كاشف الغمه ده فين ده في في ظهر الاداب وثمره الالباب لابراهيم ابن علي ابن تميم الانصاري القيرواني المتوفى سنه 453 هجريه، وقلنا الكلام الجميل بتاع طريق الهجرتين في فصل الجمع بين الروايات المتقدمه ابن قيم الجوزيه بيقول كده بالنص ويوافق مساله الايمان بالقدر فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمه، ده ابن قيم الجوزيه وده معروف عند السلفيين نعم. من ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية كل علماء الامة يا سيدنا مشركين كل علماء الامة مطبقين يعني مطبقون من اول الصحابة الى الان العلماء الثقات على ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كاشف الغمه ومح الظلمه لم يشذ عن هذا الكلام الصحيح المنضبط الا بعض الجهله وبنقول ده جهل وبنقول للناس المغيبه اللي بيتبعوا الشيخ مصطفى العدوي او غيره واللي بيرددوا الكلام دون فهم يا جماعه سيبكم من المشايخ دول اقراوا لكبار الائمه شوفوا السلف الصالح عليه شوفوا الصحابه كانوا بيعاملوا النبي ازاي، شوفوا الائمه الاربعه كانوا بيعاملوا النبي ازاي. كل من يسارع الى تكفير المسلمين او الى تشريك المسلمين او الى تفسيقهم فهو جاهل جهول. الامام الغزالي يقول لا يسارع الى التكفير الا الجهله. اول ما تشوف واحد شيخ بيكفر عمال على بطال الشرك على لسانه على طول الكفر على لسانه على طول تعرف ان هو جاهل لان الاصل في العالم المنضبط ان هو يبحث لمخارج للناس حتى لو واحد يا مولانا قدامك تلفظ بلفظ يحمل على الشرك من وجه حضرتك لا تحمله على هذا الوجه لكن انت عندك وجه محتمل ثاني احمله على الايمان ولا تحمله على الشرك الامام مالك يقول من تلفظ بلفظ او فعل فعلا يحمل على تسعة وتسعين وجها من الكفر وعلى وجه واحد من الايمان حكمنا عليه بالايمان الله يعني الله. واحد بيتكلم قدامك كلام تسعة وتسعين في المية كفر وواحد في المية بس إيمان قال لك لا أحكم عليه بالإيمان إياك أن تحكم عليه بالكفر لكن إخواننا دول واحد ممكن يتكلم بكلمة فيها احتمالية شرك أو كفر خمسة أو عشرة في المية وتسعين في المية مؤمن بيسيب التسعين في المية ويحكم بالكفر فده جهل وجهل مركب لان الجهل يا مولانا على قسمين او اخواننا المشاهدين يعرفوا الكلام ده الجهل على قسمين جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط هو عدم الدرايه عدم المعرفه لما تسالني سؤال فاقول لك يا شيخنا معلش معذره انا مش عارف الله اعلم اجهل بهذا الحكم ده جهل محمود ان انا اقول لك انا مش عارف من قال الله اعلم فقد افتى الجهل المركب بقى هو الجهل بعدم جهلك ان انا حضرتك بتسالني سؤال فاجم مجاوبك غلط وانا فاكر ان انا اللي صح وانت اللي غلط فده اسمه جهل مركب فكل من يخط في هذه المسألة دون علم كل من ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الصفة أنه كاشف الغمة فهو جهول 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 هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونحن نشكر فضيلة الله يكلم العلامة يكلم. أنا سعدت جدا والله بلقائك النهاردة يعني واستفدت من حضرتك كتير ربنا ينفع بيك ويديم عليك فضله والله يغفر لك ويعفو عنك ويجعلك ان شاء الله مناره للناس كلها حضرتك هذا البرنامج بيكشف عن قضايا مهمه جدا لازم نواجه يا شيخان صحيح وده اللي احنا بنقوله يا سيدنا احنا دلوقتي في زمن المواجهه حضرتك كل الكلام اللي بيرددوه السلفيه وغيره ده نشأ من ايه؟ نشأ ان هم إن المشايخ الثقات تركوا الساحة لهؤلاء الناس سيطروا على الناس افترسوا الناس حتى يعني شككوا الناس في دينهم وفي وفي وطنيتهم وفي بلدهم بس اظن ان بعد ما, ما طلعنا لهم من كتب السلف نفسيهم آه يرجعوا بقى يشوفوا الكتب إن دي انهم كانوا نعم. بيستخدموا كاشف الغمة انا مبسوط جدا وسعيد غاية السعادة والازهر لما ينزل الكتاب واجبات الامة نحو كاشف الغمة الحق الكتاب بتاعك موجود في عند الباعة الجرائد مجلة الازهر الغراء اللي حننوه عنها تاني يوم الخميس في حلقة الخميس ان شاء الله لان انا اشتريت عدد لكل واحد من المشايخ يلا بقى صارف ومكلف ده بيقول انما بكرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في مفاجئتين اتنين جداد جدا لازم بقى يا نواجه يا ما نواجهش يا ترى بكرة حنواجهكم بايه نشوف ان غدا لنظري قريب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي ايه كاشف, كاشف الغمة, الغمة وماح الظلمة, وماح الظلمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول رب العالمين